جدد شيوخ العشائر وأهالي أضلعية ثقتهم بالدكتور المهندس عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين، دعينا الجميع من سياسيين وعشائر إلى الترفع عن خيارات بث الفتنة ودعم التوجهات التي تغلب المصلحة العامة على الشخصية. في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها بلدنا والأخطار الكبيرة التي تهدده وتهدد مجتمعنا وتهدد السلم الأهلي، فإن المفروض والمطلوب والأولوية أن نحافظ على اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية، وأن نعمل على نبذ الخلافات وتوحيد الصفوف وقطع الطريق على المؤامرات التي تحاك ضد بلدنا ووحدته. نهيب بأهلنا جميعا الترفع عن الخلافات والنأي بالعشيرة والعشائر الأخرى وكل أبناء المجتمع عن الخلافات السياسية وقطع الطريق على الأشخاص الذين لا يشعرون بالمسؤولية ولا يعون أبعاد المرحلة الحرجة التي نجابهها جميعا، وأن يعتمدوا طريق الحوار والنصح وإبداء المشورة التي تغلب مصلحة الوطن والمجتمع والعشائر جميعا على أي مصالح شخصية ضيقة. إن أبناء الضلوعية بكل عشائرها إذ يقفون خلف الدكتور عمار جبر فإنهم يعدون أنفسهم وكل أهلنا الآخرين وحدة واحدة.